معانا تقرير عن براعم النادي الاهلي. صراحه اللي عاملين شغل اكثر من رائع في مسابقات البراعم بقياده الكابتن تامر حفني، ايضا اللي عامل شغل رائع مع كل المدربين. نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. حاجة كويسة جدا فكرة ان احنا نعمل الدوري الاكاديمية ويشترك فيها براعم القطاع عشان يبقى يعني ايه على مستوى كبير، على مستوى القطاعات كلها يبقى موجود، ان الولاد يبقى في رؤية كتير، ان الانتقال للولاد الكويسين بره النادي الاهلي كمان دي رؤية كويسة، واحتكاك لولادنا كويسة جدا عشان برضك الناس يبقى شايفين ان في ولاد كويسة جوه النادي الاهلي، احتكاكتهم كويسة، الناس يبقى في مصداقية ان هم شايفين ان في الاكاديميات وفي براعم النادي الاهلي ولاد كويسة، يبداوا يبقى في داخل النادي الاهلي نقدر ننتقل للولاد الكويسه منه. احنا اخترنا افضل العناصر اللي موجوده عشان تمثل النادي الاهلي، لا في ولاد فيهم مبشرين بالخير، في عناصر كويسه، هم بالنسبه لهم طبعا لسه داخل من اول سنه، بالنسبه للادي الرهبه للنادي الاهلي، الخوف طبعا الماتشات لما بيلعبوا دي بنحاول ان احنا نتجنبها، نحاول نوصل للولاد ان دي شخصيه النادي الاهلي. احنا بدايه فرقه 2013 دي بالذات لسه متكونه السنه دي، واحنا مجمعين الفرقه ديت من حوالي من تقريبا شهر 9 اللي فات. الولاد بتأدي بطريقة كويسة، حاولنا ننقي أفضل العناصر المتاحة. فعلا عندنا كذا لعيب كويس جدا، خامات مبشرة. عندنا بس مشكلة في مع الولاد إن أنت تقدر تعمل انسجام بطريقة سريعة في وسط الماتشات ووسط المباريات المضغوطة ديت. لكن احنا كابتن ميدو بصراحه وكابتن هشام والناس وكابتن تامر حفني شغالين مع الاولاد بطريقه علميه، بنحاول نعلم الاولاد مواقف اللعب اللي بتحصل في المباريات، توجيهات على البوزيشنز والوقفه في الملعب وحاجات كتيره قوي بتواجه خاصه العقليه في الولد الصغير ده. الولد بيبقى جاي حابب ان هو عايز يجيب جون، انا جاي عايز اجيب جون. يمكن احنا اختياراتنا للبراعم لازم بنشوف في المدربين الاكفاء، ان مش كل مدرب يقدر يشتغل مع السن الصغير براعم. اخطر مرحله بالنسبه لنا هي مرحله البراعم اللي هي التكوين. حضرتك زي ما شفتي 2013 دي اول مرحله شغالينها، وفي مراحل ثانيه بس دي التحضيريه بالنسبه لنا بتبقى اصعب مرحله، ان هي بقى لها 6 7 شهور وبعد كده بيخش على مسابقه على طول. لكن في تطور في الاولاد الحمد لله. يمكن اختياراتنا احنا زي ما انا باجي اختار مدرب يناسب المرحله السنيه دي، فانا الاولاد كلهم لازم يكون عندهم ثقه في المدرب، فالمدرب لازم يبقى عنده سمه انه يكون هادي جدا، ما ينفعش يبقى متوتر على طول مع الاولاد، لان زي ما حضرتك قلت لك انا مهم جدا الولد بيتعلم حاجه بيحبها، فانا مش عايز يبقى خايف من ان جاي يتمرن ويبقى خايف او يبقى متوتر. ففي الاخر احنا عايزين نعمل شخصيه، ازاي يبقى لعيب النادي عنده شخصيه ما يخافش. بنحاول نشيل عنه الضغوطات، بنعمل مباريات كتير جدا. اهم نصايح يعني الكابتن بيدهاني ان انا يعني بباصي واتحرك وبعمل اوفرلاب من وراه، مثلا ان انا لازم اسمع كلامه واي حاجه قال لازم اسمعها، ان انا بعد ما باص اتحرك واباص كتير ونعمل 1-2 وجمل وكده. يعني اللي انا العب برجلي كويس واقدر الكوره لما تيجي عاليه وبشوف الكوره رايحه فين وبروح لها والعب برجلي، واتحرك للعيبه لما يكونوا مضغوطين اتحرك لهم والعب معاهم برجلي.